للمزيد معنا في استوديو ماري سالم مديرة أسواق المال في FFA دبي. ماري أهلا وسهلا بك. ماري، هناك بعض الشركات المنكشفة على السودان اللي عم تتفاعل بشكل إيجابي، هل من شركات أخرى لم نذكرها بعد عندها نشاط بالسودان؟ هلا أنت ذكرت أكيد سوداتل والسلام السوداني اللي هن السهمين المباشرين اللي عندهم الملكية المباشرة من السودان، بس بنحب نضوي بس على شغلة يمكن المستثمرين ما كتير بعد مدركينا بقلب السوق، وما شفنا بعد حركة على السهم أو تفاعل مع السهم اللي حنحكي عنه اللي هو بنك دبي الإسلامي. بنك دبي الإسلامي إذا بدنا نجي نطلع على الأونرشيب تبعه والملكية تبعه ببنوك بالسودان حنلاقي أنه في عندهم نسبة 30% وهي أعلى نسبة كمستثمر شخص، يعني أنه أنتيتي لحالة تملكها بمصرف الخرطوم، وهي فعليا مستلم الإدارة بشكل غير مباشر بهذا المصرف. ومؤخرا كمان بنك الخرطوم أخذ رخصة بالإمارات للأوبريشنز تبعها هون، فنحن بعد حتى متوقع أنه نشوف الحركة شوية تنعكس، يعني رفع الحظر عن السودان السانكشنز اللي موجودة عليها بدأت تأثر مش بس على الشركات اللي هي دايركتلي ريليتد للسودان، بس حتى الشركات اللي عندها إدارة مثل ما حضرتك ذكرت كمان زين وغير شركات بغير محلات حتى. فدبي الإسلامي هي اللي نحن بنرجع نطلع عليها ومنجرب نشوف كيف أنه بده يصير التفاعل عليها بالمستقبل من بعد. متوعين استمرار هالمكاسب على أسهم مثلا سوداتل ومصرف السلام؟ ليك مش بشكل مباشر، يعني غير لحتى تتوضح الامور على الارض وتبين كيف هيدي رفع الحظر حيتم او كيف رح ينعكس على الارض، ما فينا نقول انه هيدا الشيء حيكون لفتره طويله، يعني ممكن نشوفه على يوم يومين ثلاثه ليمت اب ورا الثانيه، يعني نشوفه طالع 30% 35%، بس انه حيرجع يهدى ويرجع يثبت على مطارح معينه لحد ما تتوضح كل الصوره. ماري، دعينا ننتقل الى دريك اند سكال، ارتفاعات قويه جدا على السهم. هلا الشركه انتهت من عمليه إعادة الهيكلة، تخفيض رأس المال ومن ثم رفع رأس المال ودخول تبارك ل 500 مليون درهم، ولكن هل الارتفاعات الحالية مبررة؟ هلا هي المبررة الارتفاعات بدريك اند سكال، يعني سابقا يمكن كنا نشوف انه في مضاربة عليه للسهم وفي ناس عم تفوت بس انه عم تلحق خبرية معينة، بس هلا صرنا بنشوف اكثر انه المستثمر يلي عم بيشتغل على السهم او عم بيستثمر فيه للسهم هو عم بيستثمر من منطلق استراتيجي ومن منطلق اساسيات فاندمنتلز تبع الشركة بحد ذاتها، خاصة هلا يعني صار كثير مؤخرا بالاسواق عم تنطرح قصة التعاون بين الامارات والسعودية، ونحن بس نحكي السعودية كمان بنتذكر ارامكو، بنتذكر خلاف ارامكو مع دي اس اي، فبهيدا التعاون اللي ممكن يكون عم بيصير حتى في مشاريع بدها تتلزم لدي اس اي بحكم انه هي كمان رائده بمجال الام اي بي، ام اي بي هي ميكانيكال الكتريكال اند بلومينج سيرفيسز تبعها، يعني ما في عندنا شركات كثير بالمنطقه معنيه بهذا الموضوع، وبالسعوديه هلا حاليا في كثير مشاريع بدها هذا النوع من الكونتراكتنج، فدي اس اي حيكون في لها حصه كبيره بالمشاريع اللي بتجي لقدام، وعلى امل انه كمان بهيدا التعاون اللي عم بيصير بين الامارات والسعوديه يكون في مخرج لخلاف او لاستحقاقات ارامكو لدي اس اي يلي هي حتساعد على بناء البوك فاليو تبعها للشركه بحد ذاتها، يعني عندك بوكس نضاف اوريدي انمحوا الخسائر اللي كانت موجوده، صرنا عم نشتغل على نظافه بالشركه من ناحيه الفاينانشلز تبعها، فممكن كثير انه هلا الربع الثالث بعد نشوف خسائر بالشركة، بس لقدام للربع الأخير من السنة وللسنين للسنة اللي جاية نتأمل أنه يكون في عنا كتير تطور، خاصة أنه تقدم بسعر السهم حتى بالبرفورمنس تبعهم، خاصة أنه بيوم من الأيام دي أس آي وصل الماركت كاب تبعها 5 مليار بالسوق 5 مليار، كان في عندهم الأسهم المتداولة مليارين ونص، فهلا بمليار سهم مش كثير مستبعد او مستغرب انه نشوف سعر السهم بين الدرهمين والثلاثه والاربعه او حتى الخمسه، فنحن هلا عم نطلع شركه صحيا منيحه في عندها بوتنشل لقدام، ونتامل انها هي تكون اللي حتدفع. هذا كله يعتمد اذا ربحت اي عقود جديده بالسعوديه، حتى بغض النظر عن العقود هي هلا صارت انه بموقع صحي انه فيها نكفي فيها لقدام. ماري سالم مديره اسواق المال في FFA دبي، شكرا جزيلا لك.